بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا إذا متابعينا الكرام تواصلنا يستمر وأشواطنا مستمرة. تابعنا الشوط الماضي ذهب مع النايفة خليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي 4:45. انتقلنا إلى الشوط الرابع بمجموع هذه الأشواط وهو الشوط الثاني للجعدان. نتابع الصدارة ونتابع المركز الأول شاهين بشعار سعيد بن مرزوق المنصوري. بينما ننتقل إلى المركز الثاني، المركز الثاني الدبلوماسي بشعار أيضا سيف بن عبيد بن غنام المزروعي. بينما المركز الثالث المارد عامر بن علي أو عامر بن محمد المزروعي قادما يقدم لنا اللي هو المارد. بينما المركز الرابع يتقدم على رابع الأسماء القادم بهذه اللحظات حامل رقم 2 اللي هو القادم بهذه اللحظات شمردل بشعار خليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي يقدم لنا شمردل المركز الخامس. وتابع هنالك ايضا شاهين بشعار القادم بهذه اللحظات سيف بن عبيد بن غنام المزروعي. هذه النتيجة للخمس المراكز الاولى لهذه الاسماء، الخمس المراكز الاولى لهذا المسار. نتابع الشعارات الخلفية ونعود بكم إلى مقدمة الشوط، إلى شاهين سعيد بن مرزوق المنصوري. من يقدم لنا شاهين على البداية؟ ركز يا راعي شاهين، ركز يا المنصوري، ركز مع هذا الاندفاع، اندفاع وسيطرة هنا شاهين. وهنا أيضا لائحة الكيلو والنصف الكيلو، انتصفنا مسافة هذا الشوط بقيادة اللي هو شاهين. بينما المركز الثاني يتقدم الدبلوماسي سيف بن عبيد بن غنام المزروعي. من يقدم لنا الدبلوماسي في المركز الثاني؟ المركز الثالث المارد عامر بن محمد المزروعي. هنا يقدم لنا المارد المركز الثالث. هنالك اللي هو القادم شمردل خليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي قادم بهذا الشعار وبهذا الاسم والباحث عن النقطة الثالثة الكيلو الأخير. وصلنا هذا المنعطف، كيلو المعارك، كيلو التحدي، كيلو الصراع، كيلو السرعة بقيادة شمردل. يا شمردل خليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي، من يقدم لنا شمردل والباحث بالفعل عن تسجيل النقطة الثالثة إلى هذا الشعار. ويتليه في المركز الثاني شاهين سعيد بن مرزوق المنصوري. المركز الثالث درب سلطان بن محمد بن خميس البادي قادم مع درب، ولكن الصدارة مع شمردل، الصدارة مع شمردل خليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي. اليوم هذا الشعار حاضر حضور ممتاز ما شاء الله، حاضر حضور مميز. هذا الشعار شعار بن نصيب، شعار بن نصيب يتألق اليوم بثلاث نقاط. هنا إذا سجل هذا، إذا شمردل فاز بهذا الشوط يضيف النقطة الثالثة ويضيف الهاترك إلى هذا الشعار. الله 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 على هذه النهاية ما شاء الله، تبارك الله على هذا الاندفاع، اندفاع مميز ونهاية ممتازة. وتسلم يمينك يا بن نصيب، واسعد الله صباحك بكل خير، صباح النواميس، صباح الانتصارات، سلام الخيالي، سلام 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 سلام.
شمردل سلام. تهانينا والناموس لخليفه بن نصيب بن خليفه الخيلي يسجل الهاتريك مع شمردل. الهاتريك المركز الثاني كان في شاهين سعيد بن مرزوق المنصوري، المركز الثالث شاهين ايضا، المركز الثالث كان في حامل رقم 9 اللي هو درب سلطان بن محمد وخميس البادي. هكذا نعود بالتوقيت الزمني 4 دقائق و50 ثانية، 60 جزء من الثانية سجل معنا أيضا اللي هو أيضا شمردل بشعار خليفة بن نصيب بن خليف خليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي. تهانينا والناموس.